السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة لونداليزات شمس الحياة. ايه راح كمل كول اللي اون طران دو مانجي بيض مش بيض مقلي دونك فوالا جا رانا الي ميدي فوالا دونك الي ميدي راهي 12 وليدي جا يمشي يهضر بعد يعاود يولي ليكول. اليوم ما خدمتش جو با ترافايي بور اوجوردي دونك شهية طيبة للجميع اللي راهم على مائدة الفطور او العشاء جوستومون. هذه لا فيديو كتاش تاني تسمعوها باسكو سا ديبو الوقت كتاش تكون العشاء ولا الفطور. دونك نقول لكم شهية طيبة. دونك هذه فقط مقدمة على الفيديو اللي راح نهبط لكم لي على بيان سور وصفة اللي تكون هي سهلة خفيفة ظريفة موسوش باش نحي الطبسي والشوكولا اللي ذوبتها في الميكرووند طاح لي بالطبسي بالشوكولا فيا في حواجي في وجهي دونك تعمرت بالشوكولا جو سي با. يقول لك تصرا لك حاجة كيما هذه صرا مي منشرو فيك صرا مي قطعو فيك صرا جو سي با كوا. المهم الله يهدي ما خلق وان شاء الله يلتابوا روحهم الى راهم يمنشروا ولا يقطعوا دونك ومن جا نفهموهم دونك بوتيتخ الله اعلم. المهم حنا انا عايشين حياتي انا نهضر على نفسي راني عايشه حياتي والباقي جمونفو الباقي جمونفو كومبليتمون. انا جوفي ما في نعيش حياتي والباقي لا يهمني. سقسي عليا سقسي عليه واللي ما سقسيش عليا الله يسهل عليه. هذه هي سي كوم سي اي سي كوم سا فوالا. دونك وفي هذاك لا فيديو راح تشوفوا كيفاش قدرت نبدل المكون اللي طاح لي اللي هو شوكولا تابليت دو شوكولا بالكاكاو. ومالوغوزمون الكاكاو اللي استعملته كان كاكاو مر دونك لما ذقته وما كانش لي يعني يعرف يطيب وما يدقش لازم الانسان يدق مكلته قبل ما طيب باش نوغا با دي سوربريز باش ما يتفاجئش من بعد ويسخى مالوغوزمون. فوالا دونك انا كي دقت لقيت بلي مر على خاطرش الكاكاو مر الوغ واش درت دزت له شويه سكر الوغ كو ماهيش داخله في المقادير ولا في المكونات نتاع الوصفه السكر لاخش ديجا شوكولا طابليت شوكولا دو باز الي سكري. دونك اضطريت اني نبدل الشوكولا اللي طاحت لي استبدلتها بالمكون اللي هو لو ميم مي كاكاو كاكاو اون بودغ اللي هو مر. الوغ درت له السكر هذه هي دونك و هذا بجيه ولكن ايضا ما كانش عندي سكر فاني كي بديت باش ندير لكم هذا لا روسيت نتاع وصفه لاموس شوكولا. ما كانش عندي سكر فاني. سكر فاني سي جوست بور دوني لودور باش نغطو ونغمو ريحه البيض على خاطر ريحه البيض الي فورت الي تالمون فورت و فوالا. دونك باش نغطيو على ريحه البيض على بالنا بلي نزيدو سكر فاني ولا اي زعما انا غوم. دونك انا ما كانش متوفر لي سكر فاني وما كانش عندي ميم با الوقت باش نروح باش نشري سكر فاني. دونك تقدري تستبدليه بالمسحوق القهوه سريع الذوبان اللي هو نسكافيه اللي انا ما كانش عندي اصلا وما عنديش سكر فاني. دونك تقدري تستبدليه بالسيترون او الليمون ولا ما يجينيش مليح الليمون العطر الليمون او معزز تاع الليمون او قشور الليمون او عصير الليمون يعني لو زاز دو سيترون او لو جو دو سيترون ما يجينيش مع الشوكولا. دونك جو تروف سا با لوجيك مي سا سا سبو تقدري تدخليه. وكاين دونك انا فاش استبدلتو بالقرفه. القرفه اللي معروف عليها ايضا ان النكهه نتاعها قاطعه وتطفي على ريحه على ريحه البيض. فوالا دونك هذه هي. شوفوا الفيديو ضحكوا شويه دونك ما نقصت منها دونك باللي زواق لانفاق. هذه هي فيديو الانسان يكون شاطر على روحه لما تكون ناقص له واحد المكون يقدر يستبدله. دونك على دونك تستبدلي ان كومبوزون تي بي شانجي ان كومبوزون او لو رامبلاسي بار ان اوتر او تستبدلي المكون بمكون اخر فقط يكون عندك يعني نوع من الذكاء ونوع ايضا من داخله في التجربه وايضا تكون ديجا صرات لك وراح تصرى لك وباش ما تصرى لكش ولا كي تصرى لك بيان سيغ راح تكون عندك افكار. هذه هي ان شاء الله تعجبك هذا الفيديو نتاع لاموس الشوكولا راح تشوفيها من بعد. خلي لي في التعليق امو يعني كلمه وجربي الوصفه راح تعجبك اللي هي مكونات بسيطه اقتصاديه وايضا لاموس الشوكولا سهله سي فاسيل ا رياليزي
لي تروبون يحبوها اطفال صغار وكبار. نخليك تشوفي لا فيديو وما تنسيش انك تشجعينا وتدعمينا القناه باللايك حتى ان شاء الله نزلوا لك الافضل والمهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في قناة لوندا دي زيت شمس الحياة نرحب بكم ونقول لكم أهلا وسهلا بالجميع. اليوم ولا دونك اليوم حبيت نقدم لكم واحد الديسير فاسيل رياليزي، حاجة سهلة خفيفة ظريفة يحبوه كبار وصغار، اللي هو موس أو شوكولا. بلا ما نطول عليكم يلا في المقادير، بسم الله. ولا دونك حاجة سهلة مهلة. حاجه الاولى اللي لازم لنا كما راكم تشوفوا بيان سور اون طابله دو شوكولا نوار، فوالا معنا زوج حبات بيض كاملين، معنا شويه ملح، القرفه. انا اخترت القرفه لاخاطش ما عنديش سكر فاني، دونك نتوما ديروا بالسكر فاني اللي هو بيان سور الفانيليا باش نحي لكم ريحه نتاع البيض او لو سيترون، ويعني قشور تاع السيترون او قشور الليمون او لو زاس دو سيترون جو فيدير، ولا لو جو دو سيترون او عصير الليمون غير شويه ما تكثروش، غير استوار تاع فو زوغوتيري و فو زونفي بيان سور فو سوبريمي كومبليتمون او توتالمون لودور نتاع بيان سور البيض. فوالا باش نحو ريحه البيض كما قلت لكم، سوا حاجه الاولى اللي تجي في بلاست لا ما عندكمش بيان سور سكر فاني، ولا عندكم فانيليا ديروا ساشي نتاع فانيليا، ولا ما كانش عندكم الفانيليا تقدروا تستبدلوها باردون عفوا بالمسحوق القهوه او قهوه سريعه الذوبان نسكافيه بيان سور القهوه اللي تذوب، ولا ما عندكمش قهوه سريعه الذوبان او نسكافيه تستبدلوها بلو سيترون، ولا ما عندكم سيترون بيان سور تستبدلوها بالقرفة. فوالا انا ديت القرفة. وللتزيين بيان سور عندي الكاكاو جوز الهند، وندخلو في الطريقة بسم الله على بركة الله. وجدت كيما راكم تشوفوا دو سلاديي، ويلا نبداو في العملية. بدتي انيستي راني بيان سور جي بيان سور سيباري لي زو لي بلون دوف. فوالا هذا بياض البيض تاع زوج حبات لي كانوا، وهذا صفار البيض. فوالا ودوكا نبدا نخلط بالخلاط الكهربائي البياض البيض، نزيد له شويه ملح ونبدا نخلطو حتى نطلع الثلج. بسم الله. فوالا بعد ما باش ما نديكمش بيان سور بزاف من الوقت نتاع الفيديو، بياض البيض فوالا كيما راكم تشوفوا راني طلعته، دونك كيما راكم تشوفوا هذا. ودوكا نروح نجوز بيان سور لي زو ديالي، دوك نروح بيان سور ندور بالشوكولا ديالي في الميكرووند ونعاود نولي. بنات هادو هما صفار البيض، je vais rajouter du chocolat. Voilà, donc c'était un petit accident. الشوكولا هذيك اللي درتها في الميكرووند لا غالب طاحت لي بهيا بالبول، جو سي با شكون اللي راهو يذبح علينا، شكون اللي راه يهضر مور ظهرنا ولا جو سي با. المهم جي ان بريسونتيمون كو فوالا دونك راهم يتبعوا فينا بالقلب ولا جو سي با. المهم الله يهديهم. انا واش درت، درت دوكا استبدلتها بالبودر تاع الكاكاو بيان سور، زدت لها شويه حليب وذوبتها في الميكرووند. جيتي سوبر انيرفي، كنت تقلقت فريمون بزاف بزاف بزاف، دونك استبدلتها. نتوما تبعوا لا غوسيت الاولى ما عندها، ديروا شوكولا تابليت وشوكولا. فوالا دوكا نبدا راني منافيه لحدي. دوكا كما راكم تشوفوا القرفة، ونبدا وراني من الربيع. هذه هي لا تلومون لا تلومون، حالة الغضب، أعوذ بالله من الغضب. فوالا
كتابك العرب هذه هي. ما عرفناش المهم شكون اللي راه يدعي علينا تجي في راسو ان شاء الله. هذه هي المهم. الوغ نحركو كيما هكا بهذه الطريقة. سا سون بون البنات ها انا جوي غوتي دونك انا لازم لي نزيد لها. جاتني ماشي هي هذيك علاش ما جاتيش هي باسكو الكاكاو مر. انا ما يعني لا سواق لا انفاق راني طيب معاكم كيما راكم تشوفوا اون ديريكت ديجا ما نزيد ما نقص فيها لا فيديو. المهم جاتني دقتها جاتني مر علاش باسكو كاكاو مر ماشي حلو دونك راح نزيد لو سوكر. راح نزيد لو سوكر فوالا فوالا طرو بيان عينك ميزانك السكر. راني وجدت لي بول ديالي هنايا ونبدا نفرغ بيان سور. اب سي جوست ان ديسير سي جوست ان ديسير فوالا. كيما راكم تشوفوا بيان سور جوز الهند او نوات كوكو نشبعها من الفقير بنوات كوكو. كاين اللي يحبوا نوات كوكو كاين اللي ما يحبوش. ودوكا ديريكسيون الفريجيدير حتى اللي بيان سور تبرد مليح وتقدم بارده وهنيئا لكم ولنا. ولا دونك الملاحظه والنصيحه هي لما سواديزون تكوني طيبي من بعد صرالك يعني ان اكسيدون طيح لك كشعب سا في الارض كيما انا شوكولا طاحت لي ساحت دونك واش ندير جي با طون بوغ باش نبعث دراري ولا نروح نشري دونك استبدلتها بالكاكاو والكاكاو مر للاسف الشديد. الوغ جيتي اوبليجي دو بيان سور كنت مضطره اني نزيد السكر فوالا. وجات مليحه لبس عليها دونك موسو شوكولا دقتها جات فن كيما يقولوا فوالا فن جات علامه جات سوبر باسكو دقتها مازال كي تبرد ونديرها في الفريجيدار من بعد نقدمها لكم. بيان سور خليت لاموس الشوكولا نتاعي بردت في الثلاجه ودوكا جبتها ودوك ندوقها معكم. بسم الله شوفوا معايا هذه ما بردتش 100% ما خليتهاش قعدت بزاف بزاف مي شوفوا معايا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله دوق فن فن علامة. أنا ناكل وكاين اللي راهم يشوفوا فيهم راهم يستناو في دالتهم أنا ندوق لهم فوالا. هذه هي نقولكم بصحة ونهنا جربوها ماحش تندمو. أموس والشوكولا